Every Muslim is doing the Tahleel. Either of Imam Malik school, Imam Shafi'i school, Imam Ahmed school, Imam Abu Hanifa school, or some scholar of today. Or Imam Ibn Taymiyyah, or Shaykh Uthaymeen, or Shaykh Ibn Baz, or some Saudi scholar, then you are following someone. So you have to follow it. التقليد أخذ الإنسان للحكم الشرعي من طريق غيره. Whereas on the other hand, the opposite of taqlid, it is when a person takes a religious ruling from someone else without knowing what he's doing. فلا إثم عليه ولا حرج أن يقلد إماما من أئمة المذاهب المعتبرة وأن يأخذ بأقواله كلها في المذهب. لا حرج عليه أن يأخذ بأقوال الإمام أحمد أو بأقوال الإمام مالك أو بأقوال الإمام الشافعي أو بأقوال الإمام أبي حنيفة، لا حرج عليه في ذلك، أو بأقوال أي إمام آخر من الأئمة المعتبرين. بل لو قلد عالما من العلماء المعاصرين ممن يتوسم فيه الدين والورع والتقى والخشة لله تبارك وتعالى فلا إثم عليه ولا حرج. هل يجوز التقليد في الاعتقاد؟ نعم يجوز التقليد في الاعتقاد، وهذا كلام أهل السنة، وعلى ذلك بوب الإمام مسلم في صحيحه وشرح ذلك الإمام النووي في كتاب الإيمان. ترى أعظم نعمة حظيت بها الشيعة الإمامية نعمة المرجعية. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتى وحق أخفى ومنبر على ومنافق ولا ومؤمن أرجى وولي أغى وطريد آوى وصادق طرد وكافر نصر وإمام قهر وفرض غير وأثر أنكر وشر أضمر ودم أراض وخبر بدل وحكم غلب وكفر أبدع وكذب دلسوا وإرث غصبوا وفيء اغتطعوا وسحت أكلوا وخمس استحلوا وباطل أسسوا وجور بسطوا وظلم نشروا ووعد أخلفوا وعهد نغضوا وحلال حرموا وحرام حللوا ونفاق نسروا وقدر أضمروا وبطن فتقوا وظل كسروا وسك مزقوا وشل بددوا وذليل عزوا وعزيز أذلوا وحق منعوا وإمام
خالفوه. اللهم العنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام عتلوها وأرحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان نكثوها ودعوى أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعغبة ارتغوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها وأمانة خانوها. اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائبا أبدا دائما سرمدا لا انقطاع على مده ولا نفاذ لعدده يغدو أوله ولا يروح آخره له ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين بأجنتهم والمقتدين بكلامهم